مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة والفقرة الأهم حاليا كمان. احنا بنتكلم خلاص يعني السوبر الإفريقي، والناس من بدري بتقول التسعة يعني يا أهلي. فده باختصار محور فقرتنا النهاردة. هنتكلم عن كمان معسكر الأهلي في السعودية حاليا استعدادا لمواجهة فريق طبعا اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي، واللي كمان هتقام يوم الجمعة بإذن الله، وبعدد جماهيري مفروض حتى هذه اللحظة يعني مفروض كبير جدا كمان، وفي كتير من المصريين هيكون ومتواجدين مش بس الأهلاوية. فهنرجع نقول بطولة مهمة جدا في بداية الموسم الجديد، وإن شاء الله كمان يعني نفرح بيها. هنتكلم في كل ده على كل حال والموسم الجديد والاستعدادات والتحديات، بس خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. بونجور، صباح الهنا. بونجور، صباح الهنا عليكم وعلى جماهير الأهلي. ملفات عديدة طبعا. وهنبتديها مع حضرتك باللي كانت هواند لسه بتتكلم عنه من شويه، فكره لقاء الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، وفكره كمان ان انت يعني تستهل موسم كروي جديد ببطوله، انت عندك ماتش ببطوله. رؤيتك ايه وتوقعاتك ايه للمباراه دي؟ والله هو كالعاده طبعا النادي الاهلي يبتدي ببطوله، يعني من الضل للنار على طول. الاهلي يا دوبك خد اللعيبه، خدت راحه اسبوعين كده، 14 يوم راحه سلبيه، وبعدين 10 ايام في النمسا. يعني انا كنت مستوعب فكره ان يعني احترمت في اداره الاهلي او في الجهاز الفني كمان هو يطلع باللعيبه للنمسا يشموا نفسهم شويه، يعني يحسوا ان هم يعني انا اسف اللفظ بني ادمين، من حقهم يشموا نفس، من حقهم يشوفوا مناظر جديده، من حقهم يخرجوا من الشحن العصبي اللي كان غير طبيعي في افريقيا كلها، ما كانش في مصر فقط ولا على مستوى المسابقات المحليه، ولكن قاريا كمان. الاهلي كان مضغوط جدا ولسه هينضغط، يعني 5 بطولات ولا احلى. كولر الذكي المحظوظ في نفس الوقت ان هو طبعا يحصل على 5 بطولات الحمد لله. يعني كانت الاهلي ليه تحس انك انت خلاص وصلت لمرحله انك انت البطولات كلها في النادي الاهلي اصبحت داخل جدران القلعه الحمراء، في تشبع بالبطولات، تشبع بالبطولات، وعايز تاني بقى خلاص. يعني انت راجع النهارده على السوبر الافريقي، راجع من النمسا، يلا بطوله كمان، بطوله الصفقات الجديده مستنيه بطوله، مودياست اللي لسه جاي في الاهلي مستني بطوله، كل الجماهير الاهلي منتظرين بطوله علشان انك انت تبتدي بيها موسم جديد، بدايه معنويه، بطوله جديده، بطوله قاريه ايضا، البطوله التاسعه في تاريخ النادي الاهلي على مستوى السوبر الافريقي. ارقام كثيره جدا، انت عشان تبص على الاهلي وعشان تشوف الارقام حدث ولا حرج، هتقعد لبكره تعد في الارقام. فطبعا بطوله مهمه معنويه في المقام الاول، ودي طبعا الصوره امامنا على الشاشه، كولر واللعيبه في حاله، لو خدت بالك هتلاقي حاله من الضحك، حالة من التفاؤل، حالة من الحماس، حالة من انك انت عندك تشبع بالبطولات، انت حابب انك انت تسعد جماهيرك وبتبسط نفسك. دي ثقافة النادي الاهلي ان هو بيبسط جماهيره وبيبسط اللعيبة، بتبسط نفسها ان هي تبتدي موسم جديد ببطولة جديدة. فطبعا مباراة مهمة جدا جدا جدا، بطولة مهمة جدا جدا، بداية ولا احلى ولا اهم للاهلي في موسم جديد. رائع جدا. خليني بقى أتكلم شوية برضو في نفس الملف ده، بس نتكلم في الفنيات أو الجاهزية كمان. أنا لما أجي دلوقتي أتكلم عن ماتش بطولة كويس جدا، وده يعني مش جديد على النادي الأهلي وليه تاريخ كبير جدا وتاريخ من الانتصارات في هذه الماتشات، لكن دلوقتي أنا هتكلم عن المنافس اللي أمامي، يعني فارق كبير جدا في عدد البطولات، فارق كبير جدا في الأرقام. هل ده بيدي أريحية شوية، بيدي طمأنينة شوية، ولا الموضوع ممكن يبقى فيه مفاجآت برضو غير متوقعة؟ ده جزء. والجزء الثاني برضو جاهزيتي أنا مع صفقاتي الجديدة كمان لمباراة بطولة بهذا الشكل. بص، خلينا نعترف أن خلاص كرة القدم ما تعترفش بالتاريخ وعدد البطولات واسم هذا الفريق اللي هو تقدر تقولي أنه مرعب. طبعا الأهلي مرعب، الأهلي له تاريخ من البطولات، الأهلي له اسم ومرعب افريقيا طبيعي، حامل دوري ابطال وخبره افريقيا في هذه البطوله، وخبرة في هذه يعني البطولة في 8 مرات. يعني خلينا نتكلم بصراحه، الاهلي خبره في كافه البطولات، مش خبره وبس، لا ده بيحصد البطوله وبيتوج بيها. فالاهلي غير، الاهلي استثنائي بالزبط. مش من هذا الموسم ولكن من 100 سنه فاتت. لكن لما تيجي تتكلم عن اتحاد العاصمه، بالطبع لازم تدي هذا الفريق حقه، لازم انك انت تحترم الخصم الجزائري، تحترم الكره الجزائريه، تحترم ان هذا النادي بيسعى ان هو يحصل على اول او ثاني بطوله ليه بعد ما حصل على الكونفدراليه، دي اول بطوله تقريبا قاريه في تاريخ اتحاد العاصمه الجزائري. فنفسه ان هو يكسب. مين بقى؟
ده يكسب البعبع يكسب رقم واحد في افريقيا والمصنف عالميا النادي الاهلي، فطبيعي شرف لاتحاد العاصمه الجزائري ان هو يواجه النادي الاهلي، شرف لاتحاد العاصمه ان هو ينافس الاهلي على بطوله، هو رايح ينبسط، هو رايح يشوف لعيبه النادي الاهلي، رايح الصحف العالميه والاسيويه لان المباراه في السعوديه، وطبعا الكاف اختار السعوديه بعد ما لقاها افضل ملف زي ما عمل مع قطر في من قبل في نفس البطوله، فانت رايح بطوله ترويجيه لافريقيا وبتوري اسيا الاهلي، بتوريهم اتحاد العاصمه الجزائري، فاتحاد العاصمه فرحان. هو راح بعد رحله وبعد مشوار على الصعيدين، على صعيد الدوري المحلي في الجزائر الموسم اللي فات، وعلى صعيد رحلته اللي انتهت بالتتويج بالكونفدراليه، ففي ضوء رحلته المحليه مع الدوري الجزائري وفوزه بالكونفدراليه، شايف الى اي درجه ممكن يبقى فيه تهديد للنادي الاهلي في المباراه دي؟ اقدر اقول ان انا احترم اتحاد العاصمه ولكن هو لا يقارن بالاهلي. خلونا بس منطقيين، مش لاننا على قناه الاهلي، مش لانك انت حابب ان فريق مصري يفوز بالسوبر الافريقي، لا لان ده الواقع يعني ده الواقع، لكن هو في النهايه ده الواقع، الواقع اتحاد العاصمه الجزائري كان رابع الدوري الجزائري الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، يعني بفارق بعض النقاط كده عن وفاق سطيف وشبيبه القبائل وشباب الازداد، ولكن هو في النهايه كان الرابع موسم 2021 و2022 كان الرابع في الدوري ودخل عن طريق الكونفدراليه. الموسم اللي فات هو يمكن ثاني مره يصل لنهائي الكونفدراليه، فشل في مره ونجح في هذه المره النسخه الاخيره، لكن مستواه كان غير مطمئن، بمعنى ايه؟ ان هو كان بيواجه يانج افريكانز في النهائي ذهاب وعوده التنزاني، راح تنزانيا كسب 2-1 فبهر العالم وبهر الدنيا، خلاص هيكسب بقى يرجع ارضه يفوز ويتوج بالمباراه، رجع في الجزائر خسر 1-0 وامام مين؟ امام يانج افريكانز، هذا الفريق مش عايز اقول متواضع ولكن كان المفترض ان اتحاد العاصمه يفترسه، ولكن في النهايه ايضا جماهير اتحاد العاصمه وجماهير الجزائريه ما كانتش راضيه بهذا المستوى. فلما تيجي تشوف تقارن ما بين مستويات الاهلي، تقارن ما بين المباريات العالميه اللي عملها النادي الاهلي سواء على مستوى الدوري المحلي او دوري ابطال افريقيا او حتى في كاس العالم للانديه، تحس يا جماعه لا ده انت رايح تفترس اتحاد العاصمه، ده الواقع، ده التاريخ، دي البطولات، دي الارقام، ولكن في النهايه تحترم هذا الخصم الجزائري اللي بيحلم بطولة. وفي لغه كره القدم يعني مفيش برضو، في لغه كره القدم مفيش حاجه اسمها امر مؤكد، يعني دايما في نصيب من المفاجات بشكل كبير جدا، وشفناها في مباريات كتيره جدا، وبالمناسبه خاصه كمان بالنادي الاهلي، يعني في مباريات لعبناها كنا متاكدين من الفوز، لقينا ان كان في فوز بصعوبه، وعلى الصعيد الثاني مباريات كان فيها قلق شويه، بالعكس يعني صوره، فهي فعلا الكوره لا يمكن ان انت تتوقعها. طيب نروح لمحمد توفيق يا كريم. فرصه نعرف ايه اخر المستجدات هناك، ويعني محمد توفيق معانا من المملكه العربيه السعوديه. توفيق صباح الفل عليك، ومستنيينك بقى تعرفنا على كل الكواليس، كواليس البعثه طبعا استعدادا للسوبر الافريقي، صباح الفل عليك اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، تحياتي لكم ونضيفكم الكريم ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالطبع رحله جديده وبحث عن بطوله جديده، والمره دي بقى اللقب التاسع للسوبر الافريقي النادي الاهلي ثمان نسخ يعني مسبقا، وان شاء الله ده لقبه التاسع باذن الله رب العالمين. المره دي بقى من مكان مختلف، المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد من مدينه الطائف. يمكن طبعا الفريق وصل فيه تمام الساعه 10 مساء الامس هنا لفندق الاقامه، طبعا كان استقبال اكثر من رائع سواء من الجاليه المصريه اللي موجوده هنا او كمان من العاملين في المكان والاتحاد الافريقي. يمكن معظم العاملين في فندق الاقامه اللي احنا موجودين فيها كريم يا نهواند من المصريين، فده يمكن عامل جو حلو جدا. يمكن الاجواء كلها اكثر من رائعه، على الجانب طبعا الاداري رئيس البعثه العمري بيه فاروق كان عامل اداء اكثر من رائع، وبيساعد الفرقه كلها على توفير الراحه وكل سبل الراحه للفريق متوفره، كابتن خالد بيه ومدير الكره. ومن الجانب الاخر بقى مستر كولر، يمكن طبعا اتكلم مع اللاعبين، كان في جلسه قبل التمرين الاخير بالامس على ملعب مختار التتش، وكمان مع الجهاز الفني كل الحاجات الخاصه بالماتش من الناحيه الفنيه اتكلموا فيها ومنسقين ليها. يمكن على طول الفريق اول ما وصل امبارح وتناول وجبه العشاء وبعدها كله خلد للراحه، طبعا كان تمرين صباحا وبعد كده كمان كان سفر، فكان كله محتاج يرتاح جدا. يمكن الفريق على طول بدا النهارده يومه مبكرا، حالا وانا معاكم دلوقتي اللاعبين بيتناولوا وجبه الافطار في مطعم الفندق هنا، طبعا مطعم مخصص للفريق بعيد جدا عن كل نزلاء الفندق، كعاده النادي الاهلي كل حاجه معمول حسابها وكل حاجه بخطوات محسوبه جدا. بعد كده ان شاء الله هيبقى في محاضره في تمام الثالثه والنصف عصرا، والغدا هيبقى في تمام الرابعه، وان شاء الله بقى نتحرك لاداء اول تدريب هنا في مدينه الطائف في تمام السبعه والربع، والتمرين النهارده ان شاء الله هيكون في تمام الثامنه مساء،
ومن بعدها ان شاء الله هيبقى نهايه اليوم بتناول وجبه العشاء في العشرة والنصف، ومن بعدها بقى الفريق يخلد الراحه ليه. طبعا اليوم الاخير يوم الخميس اللي هيبقى يوم حافل جدا ما بين اجتماعات فنيه ما بين كمان مؤتمرات صحفيه لفريق النادي الاهلي وفريقنا المنافس اتحاد العاصمه الجزائري، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. دعواتكم بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين تكون ضربه بدايه قويه جدا لموسم قوي ومليء بالبطولات، وان شاء الله تبقى خير بدايه واللقب التاسع من بطوله السوبر الافريقي. يا رب ان شاء الله توفيق، وعندنا امل كبير وواثقين باذن الله يعني كجماهير للنادي الاهلي ان ده هيتم وهيتم بصوره كمان رائعه في الملعب. عايزه اتكلم معاك كمان في الحضور الجماهيري، يعني سمعنا الفتره اللي فاتت من السبت اللي فات تحديدا والكاف اعلن عن طرح للتذاكر، والاسعار اعتقد في متناول الجميع من 15 ريال لغايه 1000 ريال، وكمان مجاني هيكون لذوي الهمم. الجاليه المصريه في السعوديه اكثر من رائعه، يمكن كنت انا بهزر قبل كده مع كريم بقول له يمكن اكتر من السعوديين نفسهم المصريين هناك، فخلينا برضو نروح للنقطه دي ونعرف منك بالظبط عشان نطمن. الوجود الجماهيري اكيد بيكون داعم كبير. في البدايه كمان انا وهند يمكن خلينا اكلمك عن الجو قبل النقطه دي، يمكن امبارح يعني كان خير استقبال، يمكن طبعا كان فرحه كبيره جدا من الاشقاء السعوديين هنا ان مع وصول البعثه على طول كان فيه هطول امطار خفيفه على مدينه الطائف، فطبعا هنا هم محبين جدا لسقوط الامطار، يمكن ده كان بدايه خير يعني فور وصلنا على طول كان في سقوط خفيف الامطار. الجو اكثر من رائع هنا في مدينه الطائف، بنتكلم في درجه حراره 28 29 درجه مئويه، فجو مناسب جدا وجو اكثر من رائع، رطوبه كمان نسبتها قليله، فيمكن من ناحيه الجو والمناخ لا الدنيا يعني كويسه جدا. الناحيه بقى يعني جمهور النادي الاهلي حدثوا ولا حرج بقى، يعني جمهور النادي الاهلي مش محتاج تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، هو دايما بيبقى اللاعب رقم واحد والدعم الاول لفريق النادي الاهلي. يمكن فور طرح التذاكر خلصت تقريبا في 7 دقائق، يمكن كمان جمهور النادي الاهلي النهارده امبارح كان عاوز يعني يستقبل الفريق بشكل كبير جدا، ولكن طبعا بالنظر يعني لبعض الاجراءات الامنيه من الجانب السعودي، وطبعا حقهم جدا يعني فضلوا ان ما يبقاش فيه تجمعات، ان الاعداد كانت كبيره جدا سواء امام المطار مطار مدينه الطائف هنا او كمان امام فندق الاقامه، لكن طبعا اتكلمنا مع جماهير النادي الاهلي كانت موجوده قالوا لنا لا طبعا احنا كلنا جبنا تذاكر، وفي ناس كمان يعني بتحاول توصل لتذاكر باي طريقه بحيث ان هم يكونوا موجودين في المباراه، يمكن كمان هم كانوا نفسهم يبقى المباراه في ملعب ساعته الجماهيريه تكون اكبر شويه علشان يقدروا يبقوا اكتر من كده، كمان يمكن ساعه الاستاد 20,000 متفرج، فاعتقد جمهور النادي الاهلي ده يعني اخر حاجه ممكن تفكري فيها انا هوند او تقلقي منها، لان هو بجد مش محتاج اي تحفيز، مش محتاج انك تقولي له يعمل ايه، لا دايما جمهور النادي الاهلي بيبهرك وبيعمل اكتر من اللي انت متوقع منه، ويعني يمكن شفنا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يمكن شفنا المباراه الوديه في النمسا جمهور النادي الاهلي كان شكله عامل ازاي، يمكن بيحضر من اكتر من كمان جماهير انديه منافسه بتبقى بتلعب ماتشاتها جوه مصر، لكن اعتقد ان الحمد لله فين ما يروح نصر الاهلي جمهوره موجود معاه، ودايما زي ما بيقول جمهور الاهلي هو انت غالبا يا توفيق فهمتني غلط، انا كنت بقول او باكد اصلا اللي انت بتقوله، انا بقول ان الجماهير الاهلاويه هناك هتكون متواجده وعندنا ثقه ان هم هيكونوا اوريدي في الملاعب، والعدد كمان اصلا هناك كبير جدا من المصريين والاهلاويه، ده انا كنت باكد على هذه المعلومه، فجيد جدا ان انت برضو تاكدها لنا من ناحيتك. اتفضل. بالطبع انا باكد على معلومتك ان طبعا جمهور النادي الاهلي دايما عنده حسن ظننا بيه، يعني بكلمك ان الجمهور زي ما قلت لك كان بيتمنى كمان ان الساعه تكون اكبر عشان نكون موجودين بشكل اكبر، ويمكن اعتقد جمهور النادي الاهلي بيبهرنا، ده كان يعني كاس العالم لكره اليد الموسم الماضي يمكن كان بالالاف كانوا موجودين في الصاله، سواء كمان في البطوله العربيه في الكويت للسله، فما بالك بقى فريق كره القدم، الجمهور متعطش جدا، يمكن النادي الاهلي بقاله كتير جدا ما جاش المملكه العربيه السعوديه، فاعتقد ان احنا هنشوف لوحه جميله جدا كعدد جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى دايما رقم واحد، ويبقى يا رب دايما النادي الاهلي رقم واحد وعلى عرش الكره الافريقيه وعلى عرش الكره في مصر باذن الله رب العالمين. طيب برضو عايزين نعرف منك يا توفيق الحاله المزاجيه والمعنويه لكل اللعيبه، وهم طبعا لسه جايين كانوا من فتره مش بعيده من المعسكر في النمسا، عايزين نعرف انت لمست ايه من انعكاسات المعسكر ده على الحاله العامه للاعبين، وكمان عايزين نعرف منك فكره اندماج مودست اخر المستجدين والوافدين للنادي الاهلي ومعدل اندماجه مع كل الزملاء واصل لفين. بداية اللاعبين مش يعني زي ما تحس كده يعني بلغة اللغة البلدي كده جعانين، نفسهم يلعبوا ونفسهم يفرحوا جمهورهم ونفسهم يقابلوا جمهور النادي الاهلي تاني، فلا يعني حالة زي ما بنقول كده يعني اشتياق كبير جدا للكورة للفوز لإحراز بطولات، انت بموسم اللي فات 5 بطولات، السنه دي ان شاء الله تبقى بدايه ببطوله جديده وتبقى خير بدايه. عن الاندماج بقى بجد مش بس مودست، يعني كل اللاعبين اللي بينضموا للفريق السنه دي ما تحسش ان ده لسه جاي من ايام او لسه جاي في موسم جديد، يمكن في لقطات عندكم هتشوفوها مودست يمكن امبارح الفريق سواء في التدريب او كمان وصولنا هنا السعوديه، يمكن اللاعبين في لفته طيبه كده كل اللي تم اهداؤه ورده فور الوصول،
اهداها المودست في لقطه جميله جدا طبعا كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق، يمكن طبعا التعامل بشكل اكثر من رائع، كهربا واحتضانه ليه مع انه منافس في نفس المكان، ده يدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كل اللاعبين يمكن ديانج بقى انه كمان بيتحدث اللغه الفرنسيه فعلى طول مع مودست ما بيسيبوش، وطبعا يعني هو مودست بيتكلم الفرنسيه والالمانيه، وطبعا الجهاز الفني بالكامل بيتحدث اللغتين معظمه، فطبعا ما فيش صعوبه في التواصل، كمان بعض اللاعبين كمان في الفريق بيتكلموا فرنساوي، فلا تحس ان مش ده لعيب اول مره يجي، مش اول يوم ليه مع الفريق، ويمكن طبعا كان قرار رائع من مستر مارسيل كولر ان يصطحبه معاه. المشاركه من عدمها دي طبعا حاجه فنيه لمستر مارسيل كولر ما نتكلمش فيها، ولكن انه يكون موجود في المعسكر انه يسافر مع الفريق وهو كمان اللي يطلب انه يكون موجود في المعسكر، ده حاجه كويسه جدا تدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. واعتقد يا كريم دي العاده دايما اللي بنشوفها في النادي الاهلي، اي لاعب بيخش في المنظومه في ثواني بتلاقي واحد منها وبيدوب زي ما بنقول كده في المنظومه. امام عاشور، رضا سليم، يعني رضا سليم عاوز اقول لك خلاص بقى بيتكلم مصري، ما بقالوش شهر مع الفريق بدا يتكلم مصري خلاص. امام عاشور ما تحسوش اول مره مع الفريق او انه لاعب مش موجود من مولاد النادي، على طول بقى جوه الفرقه، ده دايما عهدنا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير قوي وبيت كبير قوي، بياخد كل يعني اطراف المنظومه جواه كريم، وده بيبان على النتائج، وباذن الله النتائج تبان باذن الله مساء الجمعه، ونفرح كلنا بضربه بدايه وموسم قوي جدا، وبدايته تكون باذن الله ببطوله قاريه مهمه جدا. على كل حال تحياتنا للبعثه بالكامل يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله يوم الجمعه زي ما احنا كلنا متوقعين وعندنا امال كبيره جدا نفرح بالفوز المستحق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا توفيق، واكيد تغطيتنا مستمره مع حضراتكم على قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه. شكرا ليك. حلو الكلام، حلو الكلام ومطمئن الكلام. طبعا حلو الكلام جدا ومطمئن جدا، وده اللي احنا اكدنا عليه قبل ما زميلنا المراسل من هناك يخرج على قناه الاهلي ويؤكدها. لسه كنت بقول لحضراتكم ان في حاله كده حلوه ما بين اللاعبين، حاله تفاؤل، حاله حماس، حاله سعاده، حاله فرحه، حاله اشتياق للكوره والبطولات وملاقات جماهير النادي الاهلي من جديد. فحلو انك تبتدي الموسم ببطوله طبعا. حلو انك تدخل بطوله جديده لدولاب بطولاتك في بدايه موسم جديد وانت لسه جاي من 5 بطولات. اللعيبه اللي جايه سوبر، يمكن انت كل اهلاوي بدا يحس بقيمه الصفقات اللي كولر اصر عليها مع إدارة نادي الأهلي ومع فكر أو الفكر الخططي اللي جاي للموسم الجديد. فالأهلي استثنائي، وأنا شايف أن الأهلي في الموسم الجديد هيبقى أهلي سوبر مش أهلي استثنائي فقط. جميل. طيب طالما الوضع مطمئن بالشكل ده فنقدر نقول أن إن شاء الله بإذن الرحمن قد يكون الموسم الجديد الموسم القادم لا يقل استثنائية عن الماضي بأي حال من الأحوال، وخصوصا لو خدنا في الاعتبار التدعيمات ونوعية التدعيمات برضو تستحق الوقوف أمامها وتأملها. يعني أنت رؤيتك إيه للمستجدات الثلاثة الأخيرة في النادي الأهلي، رضا سليم وإمام عاشور ومودست أخيرا؟ لا طبعا لو اتكلمنا على اللعيبة الأجانب أو الصفقات الجديدة في النادي الأهلي، خلينا نقول أنك أنت قدرت أنك أنت ترضي طموحات كولر في البدايه كمدير فني او مدرب عايز ان هو يحقق البطولات مع الاهلي، الى جانب البطولات اللي اخذها. هو عايز، الراجل كان محتاج في اكثر من مركز اكثر من لاعب، وكان محتاج مهاجم سوبر باي ثمن، باي ثمن عايز مهاجم سوبر بالمواصفات اللي انا عايزها ككولر او النادي الاهلي محتاجها كراس حربه سوبر يقدر ان هو يؤدي في المرحله القادمه. الراجل طبعا كان محمد شريف بيؤدي، كان عوده صلاح محسن كمان، ايضا تواجد كهربا، ولكن هو عايز لعيب بقدرات خاصة جدا ليه مهام خاصة جدا داخل الصندوق. وده اللي هو شافه في مودست، ان هو لقى ضلته في مودست. البعض قال انه 35 سنة انه ممكن يكون كبير، الكلام ده غير طبيعي بالمرة لسبب بسيط جدا، ان ثقافة الاحتراف غير. هذا اللاعب اوروبي، هذا اللاعب فرنسي، هذا اللاعب لعب في الدوري الانجليزي ولعب في الدوري الفرنسي والدوري الالماني، هذا اللاعب على مدار لو بصيت على أرقامه، هذا اللاعب بدأ في فرنسا ثم راح لعب في بلاك بيرن في الدوري الإنجليزي ثم عاد إلى هوفنهايم في الدوري الألماني، لعب يعني هوفنهايم لعب حوالي 62 مباراة أحرز 23 هدف، لعب مع كولن الألماني مجمل حصلته مع كولن كان 157 مباراة أحرز 79 هدف. أيضا لما راح يمكن بروسيا دورتموند اخر موسم ما كانش موفق شويه، كان 28 مباراه احرز هدفين، كان من ضمنهم هدف ولا احلى في بايرن ميونخ، ووصلوا لحد كان هيحصل على بطوله الدوري الالماني، ولكن في الاخر حسمها بايرن ميونخ في المباراه الاخيره. فهو لاعب بقدرات خاصه، لاعب هداف، قدراته البدنيه عاليه جدا، قدراته المهاريه عاليه جدا، مبدع في الصندوق، فهتقدر تستفيد منه الموسم اللي جاي، هتقدر انك انت تلاقي ضلتك شويه في ظل انك انت كان صعب
تحصل على مهاجم سوبر. فموديست انا شايف بالروح اللي انا شايفها مع كهربا مع الشناوي مع كابتن خالد بيبو وكولر لما قعدوا معاه وفهموه طبيعه النادي الاهلي، فموديست انا شايف ان هو ممكن يعمل موسم هايل جدا مع الاهلي. لو اتكلمت عن رضا سليم وامام عاشور، رضا سليم طبعا تاني افضل لاعب في الدوري المغربي، قدر ان هو يحصل على الدوري المغربي مع الجيش الملكي لتاني مره بعد 15 سنه، يمكن 15 سنه غاب عن البطولات، قدر ياخد الدوري المغربي. فرضا سليم احرز كمان عايز اقول لك 13 هدف و14 اسيست، بيجيد اللعب في الجناحين الايسر والايمن، فلعيب جوكر حلو قوي انك انت تحصل على هذا اللاعب في سن صغير. ايضا امام عاشور انا بسميه ولد الشقي، ده يقدر الفتره اللي جايه ان هو يقلب الموازين داخل في مركزه وداخل النادي الاهلي، يقدر ان هو يبقى نجم شباك مع كهربا ومع مودست ومع رضا سليم طبعا. مع حسين الشحات مع بيرسي تاو، والحقيقه كلهم نجوم شباك. فهي هي اصبحت طبعا. خلاص الاهلي يمكن عانى من مستشفى الاصابات، عانى من نقص بعض اللاعبين في بعض المراكز، ولكن خلاص بقى اكتفت الامور داخل النادي الاهلي، قدرت انك انت تحصل على الصفقات اللي بتحلم بيها. انا شايف ان الاهلي خلاص ما بقاش حد له حجه بعد كده، او الاهلي نفسه ملوش حجه ان هو يحصل على البطولات اللي جايه. يعني نتمنى ان طبعا الموسم القادم ما يكونش فيه اي اصابات، لكن لا يعني ما فيش موسم لا يخلو من اصابات، لكن بتبقى بقى باعداد اقل. احنا يمكن الموسم مش الماضي اللي قبل الماضي كنا فعلا بنقول مستشفى الاهلي للاسف الشديد طبعا. وده راجع لاسباب كتيره جدا طبعا، لكن الحمد لله الموسم اللي فات الوضع تحسن، نتمنى كان الموسم اللي جاي يكون الوضع افضل بكتير. خليني اروح معاك للتحديات المختلفه بقى موجوده دلوقتي للنادي الاهلي او بتواجه النادي الاهلي تحديدا افريقيا والدوري الافريقي، وشفت القرعه ازاي، وفي نفس الوقت برضو مين المرشح الاكبر من وجهه نظرك حتى هذه اللحظه غير النادي الاهلي طبعا؟ لا ما فيش حاجه اسمها غير النادي الاهلي، ما احنا قلنا النادي، اعتبر ان احنا قلنا النادي الاهلي المرشح الاول. ايوه مع النادي الاهلي ده طبعا. انت عشان مقسماها الناس عشان تبقى فاهمه، الدوري الافريقي هو متقسم مستويين او متقسم تصنيفين، التصنيف الاول طبعا في الاهلي الوداد الترجي الانديه اللي هي الكبيره صن داونز طبعا، لكن المستوى الثاني في بترو اتلتيكو وفي سيمبا التنزاني وفي مازيمبي الكونغولي، في هو متقسم مستويين. فالاهلي هيواجه طبعا سيمبا في اول مباراه، عندك طبعا الترجي، عندك الوداد، عندك صن داونز، الاهلي في طريقه صن داونز. انا شايف الاهلي وصن داونز ده هيبقى في نصف ده كل مره النهائي. ده كل مره خلاص، ده هو بختك يا ابو فريد. لا لو ما جاتش والله في موسم يعني تحس بقى غلط في القرعه غلط هيوحشونا يعني. بالظبط كده نعلي المنع كده. هو فريق محترم جدا صن داونز، فريق كبير جدا وعملاق في افريقيا، بالعكس لازم انت تنبسط انك تلاقي منافسين يعني يقدروا كده يعني تحس بمتعه المباريات والمنافسه ما بينك وما بينهم. فطبعا الاهلي مرشح في سكته صن داونز، فالناس تبقى فاهمه ان هي خلاص مباريات كاس بخروج المغلوب، انت رايح ربع النهائي على طول، هم 8 فرق فبيلعبوا في ربع النهائي، اللي هيصل يصل لنصف النهائي. فانا متوقع الاهلي هيقابل صن داونز والوداد هيواجه الترجي، وفي النهايه من الممكن انك تلاقي الاهلي والوداد كلاكيت كذا كم مره بقى في نهائي الدوري الافريقي. طبعا دي وجهه نظري المتواضعه، الوداد يستاهل الاهلي يستاهل، فمن الممكن تلاقي في شهر نوفمبر ان شاء الله في المباراه النهائيه الاهلي و الوداد، فان شاء الله يكون الاهلي برضو بلاش نقول مرشح تاني، ولكن المباراه النهائيه هيبقى الوداد يعني ممكن يكون الوداد. كاس العالم للانديه والنسخه الجديده ومشاركه النادي الاهلي فيه مره كمان، واللقاء الافتتاحي الاستهلالي للنادي الاهلي مع اتحاد جده، شايف الماتش ده عامل ازاي؟ لا طبعا ماتش عالمي وماتش كبير جدا، انت بتتكلم في صندوق الاستثمار السعودي اللي بدا ان هو بقى يصرف على الانديه بشكل محترم جدا طبعا. بدا يجيب نجوم العالم بشكل محترم جدا، انظار العالم بتتجه للدوري السعودي، حدث ولا حرج، اتكلم براحتك وقول ان الناس دي بتشتغل على الارض كويس جدا، وبداوا ان هم يبقوا نجوم شباك في الدوري، بس يبتدي شويه شغل بقى كده في البنيه التحتيه على راي رونالدو. انا هاخدها من رونالدو اللي قال ان الدوري السعودي يستطيع ان هو يدخل من ضمن الدوريات الكبرى، ولكن يبقى في بعض الشغل على الارض على ارض الواقع في البنيه التحتيه. فطبعا مباراه ولا احلى، الكل هيتابعها، اتحاد جده وكريم بنزيما النادي الاهلي وعملاق افريقيا، فطبيعي جدا انك انت تشوف المباراه، طبيعي جدا العالم كله هيبص لكاس عالم الانديه ده، واحد اثنين عشان يشوف اتحاد جده ده وصل لفين، الهلال وصل لفين، الاهلي وصل لفين، الصفقات دي وصلت لفين، فرجونا وعرفونا ايه الحكايه وايه الروايه ايه اللي بيحصل. فطبيعي انها مباراه هتبقى ولا احلى، مباراه الكل هيتابعها. طبعا مباراه مهمه جدا، ما تقدرش تقول مين فائز ومين خسران، طبعا تتمنى الاهلي، طبعا التاريخ ممكن يقف الى صف الاهلي، ولكن في النهايه اتحاد جده فريق قوي
جدا وله تاريخ كبير طبعًا. جدا وفي وزاد بعد تدعيماته الاخيره بعد تدعيمات يعني خطيره قنابل موقوته في السعوديه الصفقات الجديده. لكن الاهلي مش جديد عليه ان هو يقابل الفرق الكبير. الاهلي راح لاعب ريال مدريد، الاهلي راح لاعب بايرن ميونخ وقدر ان هو يعمل نتائج محترمه جدا. كل العالم قال شابو للاهلي سواء كان بيحصل على الميداليه البرونزيه المقعد الدائم للاهلي او حتى لما بيحصل على المركز الرابع. الاهلي بيلاقي احترام الجميع. فطبعا الاهلي عنده 3 شهور بثلاث بطولات، سوبر افريقي، دوري افريقي، كاس عالم للانديه. يعني طبعا مش عايزين نحسد النادي الاهلي، ولكن في النهايه هي دي سمه الكبار، دي سمه الانديه او الفرق اللي معتاده دائما على البطولات. فطبعا كل التوفيق للاهلي، لان في النهايه هو عنده تحديات كثيره وكبيره جدا عشان ترضي طموحات المصريين. هنا مفيش اهلي وزمالك، مفترض يبقى عندك احساس بالفريق اللي بيمثل بلدك، اللي بيرفع علم بلدك لما يروح الدوري الافريقي. او النبي اتكلنا على الحته دي الله يكرمك، لان ساعات بتسقط الحكايه دي من من من, من ناس كتير، بتسقط من ناس كتير للاسف. ده سفير لكره القدم المصريه في البطوله. انت لخصتها خلاص كده يا كريم. يعني هو خلينا نبقى واقعيين شويه، هو ده المفروض، بس ده ما بيحصلش يعني، ولو حصل بيحصل بنسبه قليله جدا طبعا. بالعكس البعض بيبقى نفسه ان انت تخسر، يعني ده للاسف. بس خلينا نراهن على الكثير من الناس المحترمه. خلينا مش هنقول ان هم قليلين، خلينا نراهن على الكثير من الناس اللي عندها ادراك وعندها وعي. انا بقعد كتير جدا مع انتباهات مختلفه، مش عايز اقول زمالك بس عشان ما نشخصنش الامور. لا محدش قال حاجه، لا انتباهات مختلفه جدا يعني. بالمناسبه وزملكاويه كبار بيفتخروا بالاهلي بالمناسبه، وبيقولوا ان الاهلي بيمثلك وسفير فعلا للكره المصريه والافريقيه. جميل. بفرح لما بشوفه بيلعب في كاس عالم الانديه. دي الناس الواعيه، اتمنى طبعا ان خلينا فعلا نقول الناس الواعيه وتفتخر بالنادي الاهلي اللي هو بيمثلك، هذا المنتج المصري الخالص اللي اصبح من طراز اوروبي، لازم تحترمه بس. كلام جميل. طيب انا عايزه بس قبل ما نقفل ملف كاس العالم للانديه، يعني هل احنا ان شاء الله لو عدينا من اتحاد جده نقدر نقول بعد كده الماتشات هتبقى سهله لغايه بقى لو وصلنا باذن الله لمواجهه مانشستر سيتي؟ يعني ومش عارف، مش عايزه ادخل قوي في تفاصيل مان سيتي دلوقتي، بس يعني خلينا نقول كده من بره، شايف ان ده ممكن يكون فعلا التحدي الاكبر بعد كده هتبقى مان سيتي؟ بص عايز اقول لك على حاجه، الاهلي السنه دي سقف طموحاته هيبقى عالي جدا. نتمنى. لازم نتمنى. لانه هو مقدم اللي يخلي الجماهير بتاعته تطمع لده. هو مقدم ده فعلا على الارض. بالظبط، دي الحقيقه. يمكن كولر سقف طموحاته عالي جدا السنه دي. اللعيبه لما بتشوفي ادائها وبتشوفي وشوشها كده والابتسامه والتركيز اللي على وجوههم والاداء اللي بنشوف في الملعب بيؤكد لك ان في تركيز عالي جدا وان سقف الطموحات عالي جدا. الجماهير بقى عندها سقف طموحاتها عالي جدا. اداء الاهلي اللي لاحظناه في كاس عالم الانديه الاخير، في دوري ابطال افريقيا، حتى على مستوى الدوري الممتاز، الاهلي عايز يعمل حاجه. كاس عالم الانديه الاخير الاهلي كان يستحق الوصول، الاهلي كان يستحق ان هو يبقى على الاقل في مقعده الدائم، الاهلي كان يستحق ان هو يصل للمباراه النهائيه. ايضا مع موسيماني لو نتذكر الاهلي برده كان يستحق ان هو يصل المباراه النهائيه، وكان يستطيع ان هو يصل المباراه النهائيه، ولكن لولا سوء الحظ، لولا بعض الحسابات من موسيماني، ولكن طبعا. في النهايه الاهلي قادر في هذا او في هذه النسخه ان هو يصل لمان سيتي. نأمل ذلك، وعندنا كبير وليس بأقل من مانشستر سيتي. نورتنا يا ميسي والله بجد، وإن شاء الله نشوفك على خير مرة تانية، بتنورنا دايما حقيقي. ميسي بشكركم. وأنا بقول لجميع الأهلي إن شاء الله، الأهلي قادر أنه يرجع بالبطولة، وقادر أنه هو يفوز بالدوري الإفريقي، وقادر أنه يبقى خير سفير لمصر والقدر الإفريقية في كأس العالم للأندية. نشكرك على وجودك معنا، نورتنا كالعادة، وإن شاء الله نشوفك على خير قريب. وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعة. ويك أند سعيد لكل بإذن الرحمن، وإن شاء الله نبتدي معكم حلقة يوم الجمعة يوم الحد اللي جاي بإذن الرحمن بالعبارة الشهيرة طبعا، صباح النصر بإذن الله. نشوفكم على خير، سلام عليكم.